هذا واستنكر أهالي محافظة الأنبار المحاولات اليائسة للنيل من تقدم وازدهار إقليم كردستان، مؤكدين أن ما نشرته صحيفة الصباح الرسمية إنما يعمل على تأجيج الفتنة بين الشعبين العربي والكردستاني. اليوم احنا اهالي الانبار نستنكر بشده اليوم انه احد الصحف المعروفه، يعني صحيفه الصباح، تطاول على اقليم كردستان وعلى سياده اقليم كردستان. هالشيء هذا يعني اخوي العزيز، هالشيء هذا مرفوض، يعني الدستور المفروض يحترمون قوانين الدستور، ومفروض على الحكومه المركزيه في بغداد انه تضع يعني قوانين او تضع حدود رادعه اللي يتجاوز على البقيه، على مختلف المسميات او مختلف الاقليات او مختلف القوميات. اليوم العراق سيادة العراق، يعني العراق اليوم سيادة واحدة، وما يجوز على أحد بتاتا أنه يتطاول عليه. وإحنا لا ننسى، يعني لا ننسى كذلك، لا ننسى يعني إقليم كردستان يعني إلى موقف طيب ويانا، وخاصة أهل الأنبار. يعني إحنا من تهجرنا بكردستان، يعني لقينا الرحب ولقينا الوجه السامح من عندهم، وعشنا وياهم أخوة، يعني ماكو فرق بيناتنا. فاليوم يجي أحد يتطاول عليهم، هالشيء إحنا ما نقبله بتاتا. إحنا ما نقبل أحد يحكي على كردستان، هاي جريدة الصباح أنه حاكين على كردستان، إحنا ما نقبل أحد يحكي، لأن هو هذا أولا تابع البلد، يعني شلون نقول محافظة عراقية وذاته، يعني شلون نقول صلة وجذور عميقة بالعراق، فما نقبل أحد يحكي عليها وما نقبل أحد يتجاوز عليها. بالتالي هو هذا كله بلدنا، بلد واحد. طبعا بالمناسبة كان موقف مشرف لإقليم كردستان أثناء التهجير، وقامونا بموقف مشرف، يعني ما قصروا ويانا بكل شيء، ما نسمح لأحد أن يقوم تجاوز عليهم أو يحكي أثناء، لأن سجلوا موقف مشرف ويانا. والله موقفهم كلش حلو، فإحنا ما نقبل أحد يحكي عليهم من وراء التهجير، وهاي سند، وشو مثل ما تقول سندونا وإحنا سندناهم، شي رافع شي، يعني مستواهم حلو ويانا وإحنا بعد أحلى وياهم.